السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم 34 من سلسلة حلقات سي فويس فيرجن 8 642 437. معاكم المهندس محمد سعيد عفيفي. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النهاردة إن شاء الله الجزء الخامس من الكواليتي أوف سيرفيس، هنتكلم فيها عن إزاي نقدر نعمل كونفيجريشن للكواليتي أوف سيرفيس بوليسيز باستخدام الـ MQC، وإزاي نقدر نعمل كونفيجريشن للكونجيشن أفويدنس تكنيك. اول حاجه النهارده ان شاء الله اللي ازاي نقدر نعمل كونفيجريشن للكواليتي اوف سيرفيس بوليسي باستخدام الـ MQC. طبعا اتكلمنا قبل كده ان الاوتو كواليتي اوف سيرفيس تعتبر من اسهل الطرق عشان تقدر تعمل كونفيجريشن للكواليتي اوف سيرفيس، لكن بعض الادمن بيحتاج ان هو يعمل كنترول على الكونفيجريشن ديت، فعشان كده بيستخدم الـ MQC اللي اختصار لميديولر كواليتي اوف سيرفيس كوماند لاين، وبيسموها كلاس بيست كواليتي اوف سيرفيس. الادمن بقى عشان يقدر يعمل عمليه الكلاسيفاي والمارك والبوليسي كيوينج للدات على حسب مزاجه بيستخدم ثلاث اوامر مهمين جدا، اللي هي الكلاس ماب والبوليسي ماب والسيرفيس بوليسي. الكلاس ماب زي ما احنا شايفين كده ان هو بيبدا يعمل تقسيم للترافيك لكلاسز، ممكن نسمي كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3. وثاني خطوه اللي هي البوليسي ماب. البوليسي ماب انت عايز تعمل ايه للترافيك اللي انت قسمتها لكلاسز ديت، تقدر تخصص اكتر من كلاس للبوليسي الواحد. تالت خطوه بقى عندي اللي هي السيرفيس بوليسي، وديت انت هتعمل ابلاي للبوليسي ديت على اني انترفيس في الراوتر وفي اني اتجاه، الانبوت بتاعه ولا الاوتبوت بتاعه على حسب احتياجك. بتقول كونفيجر تيرمينال وبعدين كلاس ماب وتحط النيم اللي انت عايزه، هنا نسمي مثلا كلاس A. ممكن برضو نعمل كلاس كمان كلاس ونقول كونفيجر تيرمينال كلاس ماب ونسميها فويس. تحت الكلاس ماب ممكن نحط يا جماعه حاجه اسمها ماتش ستيتمنت. الماتش ستيتمنت ديت الباكت لما بتيجي تعدي على الانترفيس وتعمل ماتش مع الستيتمنت اللي قدامي ديت، اذا كان ماتش بريسيدنس 5 اللي هي الاي بي بريسيدنس قيمتها 5 وماتش دي اس سي بي 46 اللي هي قيمه الدي اس سي بي عن 46. لو الترافيك جاي وعمل ماتش مع الستيتمنت ديت يبقى هو تابع للكلاس اللي اسمها ايه فويس. طب هو هل هيبقى ماتش مع ستيتمنت واحده ولا مع الاثنين؟ لو الامر زي ما احنا شايفينه كده كلاس ماب فويس، هو باي ديفولت هو ماتش اني، يعني هو يعمل الترافيك اللي جاي ده يعمل ماتش مع اي واحده فيهم يبقى تابع للكلاس اللي اسمها فويس. لكن لو انا كتبت الجمله، لكن لو انا كتبت الامر كلاس ماب ماتش اول فويس، يبقى هو لازم الترافيك اللي جاي لي ده عشان يبقى تابع للكلاس اللي اسمها فويس لازم يعمل ماتش مع التو ستيتمنت اللي قدامي دول. يبقى انا كده قدرت اعمل كلاسيفاي للترافيك اللي جاي لي على حسب الاي بي بريسيدنس او الدي اس سي بي ماركينج. برضه اقدر اعمل كلاسيفاي للترافيكس عندي باستخدام الاكسس ليست. ممكن اقول كونفيجر تيرمينال واعمل اكسس ليست زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده اقول كلاس ماب ماتش اول نتورك، هنا عندي اسم الكلاس ايه نتورك، وبعد كده الماتش ستيتمنت عندي اقول ايه ماتش اكسس جروب 10 اللي هي اللي بتاعت الاكسس ليست، والماتش دي اس اس بي واحط اللي هو عايز القيمه سي اس 2 وسي اس 6. يبقى لازم الترافيك يعمل ماتش مع التو ستيتمنت دول عشان يبقى تابع للكلاس اللي اسمه ايه نتورك. ممكن برضو اعمل كمان كلاس كلاس الثالث، ممكن الكلاسيفاي هنا هستخدم فيها ال NBAR اللي اتكلمنا عنها قبل كده، بحيث يقدر يعمل ايدنتيفاي لل HTTP traffic وال HTTPS traffic. فبعمل بقول له كلاس ماب واسميها ويب واقول له ماتش بروتوكول HTTP وماتش بروتوكول سكيور HTTP. خلي بالك بما ان احنا هنا ما ذكرناش ماتش اني او اول، يبقى هو باي ديفولت ماتش ايه اني. يبقى المهم جدا اللي نستفيده في اول خطوه خالص ان انت بتقدر تعمل في الكلاس ماب تقدر تعمل كلاسيفاي للترافيك عندي باستخدام اربع حاجات مهمين: الاكسس ليست، الاي بي بريسيدنس، دي اس بي فاليو، الان بي اي ار. تاني خطوه عندي بقى اللي هي الكونفيجرنج بوليسي ماب، اللي هو احنا البوليسي ماب انت عايز تعمل ايه مع الترافيك دي. فانا بقول كونفيجر تيرمينال بوليسي ماب وهسميها بوليسي 1، ده اسم ده النيم بتاعتها. وبعد كده احنا عملنا ثلاث انواع من كلاسز اللي هي الفويس والنتورك والويب. ممكن تحتيهم اقوم جاي عامل كونديشن لكل كلاس، فممكن اقول والله الكلاس فويس ده عايز اديله بريوريتي بيرسنت 70%، بديله اولويه 70% من الباندويتس لكل الباندويتس اللي عندي الموجود في اللينك. كلاس اللي اسمه نتورك هديله باندويتس 5% وهشغل ال WRED اللي هي الويتد راندوم ايرلي ديتكت، وهستخدم معاها دي اس سي بي فاليو. والكلاس الاخيره اللي هي الويب هقول له اديله قيمه 0 للدي اس سي بي. دي الستيتمنت ديت بيبقى عباره عن كونديشن لكل كلاس انا بخصصها له. اخر خطوه بقى انت بتعمل ابلاي للبوليسي ماب على الانترفيس، فبقول كونفيجر تيرمينال انترفيس سيريال 0 على 0، بقول بعد كده سيرفيس بوليسي
وبقول هنا الاتجاه بقى انت عايزه على الانبوت ولا الاوتبوت للانترفيس. فانا هنا قلت الاتجاه بالدايركشن بتاع هنا اوتبوت، وبحط النيم بتاع البوليسي ماب. وبكده قدرنا نعمل الثلاث خطوات اللي احنا قلنا، اللي هي اول حاجه بتعمل كلاسيفاي اللي هي باستخدام كلاس ماب، وبعد كده بتشوف انت عايز تعمل ايه مع الترافيك، عايز تحط له ايه الامكانيات اللي معاه، فبنعمل هي البوليسي ماب. وبعد كده اخر خطوه للسيرفيس بوليسي ان انت بتعمل ابلاي للبوليسي ماب على الايه الانترفيس. هنتكلم بقى على ازاي نقدر نعمل كونفيجريشن للكونجيشن افويدنس تكنيك. عندي حاجه اسمها random early detect اللي هي الـ RED، ديت بتعتبر congestion avoidance technique. زي ما احنا عارفين الكيوي بافر يا جماعه، ما عدد الباكت بتملاه على الاخر، اي باكت بعد كده بتجي لي بيحصل لها عمليه دروب. طب انا مش عايز الكلام ده يحصل، فبعمل ايه؟ بستخدم الـ RED اللي هي random early detect، بحيث قبل ما يتملي عندي الكيوي بافر بيبدا يعمل دروب للباكت بس بصوره عشوائيه عشان امنع عمليه الكونجيشن. جت بعد كده شركه سيسكو قالت لي طب هطور شويه الار اي دي وهسميه بقى ويتد راندوم ايرلي ديتكت. ده خاص بسيسكو يا جماعه، وده نفس الفكره بس اختياره للباكت ما بيبقاش عشوائي بقى، ده بيختار الباكت اللي بيكون المارك فاليو بتاعها قليل، هو دي اللي بيعمل لها دروب عشان يمنع الكيو بافر ان هو يتملى عندي، فيبدا بعد كده يمنع عمليه الايه الكونجيشن تحصل عندي. بعمل ايه؟ بقول والله كونفيجر تيرمينال، وبعمل كلاس ماب واسميها تي سي بي ترافيك، وبعمل بوليسي ماب اسميها بوليسي تي سي بي. وطبعا البوليسي ماب بحط بخصص لها اللي الكلاس ماب اللي هي تي سي بي ترافيك. وعندي الكونديشن بتاعتنا بقول له باند ويث دي 10% من الباند ويث، ده اللي يهمني بقى الراندوم ديتكت. كده انا بشغل الدبليو ار اي دي، وزي ما قلت ان دبليو ار اي دي يا جماعه اختياره ما بيبقاش عشوائي، ده بيختار على حسب الايه قيمه المارك، ولو هي قليله بيعمل دروب للباكت. عشان كده بستخدم معايا يا اما الدي اس سي بي او الاي بي بريسيدنس، يا اما بقول راندوم ديتكت دي اس سي بي بيزد او راندوم ديتكت بريسيدنس بيزد، حسب انا عايز هستخدم الدي اس سي بي فاليو ولا الاي بي بريسيدنس. هنا انا حبيت اوريكم رسمه توضيحيه كده. انا عندي يا جماعه داخل الكيوي، الكيو سايز بتاعي في بيبقى عندي مينيمم ثريشولد وماكسيمم ثريشولد. طول ما انا لسه في المرحله ما وصلتش للمينيمم ثريشولد داخل الكيوي، فاي باكت بتيجي بيحصل لها عمليه كيوت وبعد كده بيتم ارسالها. اول ما ببدا اعدي ما بين المينيمم والماكسيمم ثريشولد بيبدا في بعض الباكت بيحصل لها كيوي والتاني، وفي بعضها التاني بيحصل لها دروب، لغايه زي ما احنا شايفين الكيرف كده بيبدا الباكت اللي بيحصل لها دروب بتزيد 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 لغايه ما نوصل للنقطه ديت ان خلاص ان الكيو عندي اتملى على الاخر. اي باكت بقى هيحصل لها بعد كده بنسبه 100% هيحصل لها هنا ايه دروب. امتى ترجع تاني ان الباكت اللي تجيلي يحصل لها كيوي تخش الصف يعني؟ يا امتى؟ يما عدد الباكت اللي داخل الكوي يرجع يكون اقل منين من الماكسيمم ثريشولد، يعني عدي النقطه ديت في الجزء ده هنا كده، ده يبدا يبقى في جزء منه هيحصل له عمليه كيو والجزء الثاني يحصل له دروب. لكن لو عديت الماكسيمم هيحصل كله بنسبه 100% 100% الباكت يحصل لها عمليه ايه دروب. وبكده وصلنا لنهايه الحلقه. تابعوا حلقاتنا على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب محمد سعيد عفيفي، وعلى الفيسبوك فويب لافرز، وعلى الجروب بتاعنا فويس لافر، وعلى تويتر فويب لافرز. ألقاكم إن شاء الله في الحلقة الأخيرة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.